اليوم طبعا الكل مع المنتخب الوطني والكل حاضر وبقوة مع الأزرق، أول لقاء في الموسم السادس في وراهم شو مع الحبيب وخليفة شيخ دعيجي خليفة الصباح. ياك الله بخليفة. الله يحييك طال عمرك. ياك الله دائما ويهي خير على المنتخب وإن شاء الله وراهم هم ويهي خير. الله يعزك يا رب. وأنت وكل متابعينا في الرأي. الله يسلمك طول. أبو خليفة اليوم قول لي، هل المباراة سهلة؟ لا 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 لا, لا. كل ليش؟ لا لأن احنا مزينين ولا أنا منتخب مجهول؟ لا احنا في غرب آسيا شفناهم. صحيح. منتخب جميل كان بداية موفقة، لكن بالمباريات الأخيرة خاصة مع منتخب البحرين كنا نحتاج التعادل أو الفوز، لكن قدر الله ما شاء فعل خسرنا. كنا متوقعين نوصل نهائي مع منتخب العراقي، لكن منتخب نيبال أعتبره يمكن يكون فرس أو الحصان الأسود في المجموعة اللي تضم الأردن والصين وأستراليا، فإن شاء الله منتخبنا يقدم. شنو المطلوب؟ تفوز ولا تفوز بنتيجة؟ لأن يأخذون أفضل 4 ثواني. إيه أنا الفوز بنتيجة، بس الأول هو اللي يوصل بسرعة، خاصة أن المنتخب الأسترالي خلال أداء الأخير منتخب الأردني مو نفس ما كانوا قبل سنة أو سنتين، فمنتخبنا هو الأقدر إنه يوصل إذا ما في شيء صعب. إيه إذا قدر، خاصة الاختيارات الجميلة اللي حصلت ضم فهد الأنصاري وضاري سعيد، وجود حارس متألق عبد الغفور، هذا أتوقع أن منتخبنا راح يكون بطولة إذا قدم الأداء الأول. نتيجة كل مرة تعطي نتيجة 5 5-0 5-0 إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم ما شاء الله الكل جاهز والكل حاضر والكل مستعد، معنا هالمصور العوضي طبعا اليوم مع المنتخب، الكل مع ان شاء الله تصيد لك لقطه كذي. طبعا قلبك الموسوي قول كله يعني ياهين. لا ان شاء الله الكل في يوم الخير والبركه. نبي متعطشين ياهين والله، مو بس نتيجه، نبي روح، نبي اداء، نبي ايام قبل، نبي شيء يفرح الناس، هذا نبي شيء يعني يحسسون انهم ردوا مرة ثانية، هم بخاطرهم مو بس احنا، لان هذا بعدين كاس العالم مكان قريب يمنا، فخلاص يعني نبي نروح عند اهلنا نزورهم. بس صور شجع نصور بعد، هذه شغلة ثانية لازم يطلعوا لنا النتيجة اليوم. عطني نتيجة، قول لي شيء نتيجة شيء. انا اتوقعها 1-0 بس 1 جون بتأهل افضل ثاني اذا ما صرت الاول. ما اتوقع اكثر من شيء، مو اكثر. لا انا اقول 3. المباراة راح تكون وايد تحفظين حيل. انا اقول 3 ان شاء الله. في الوقت المناسب مكان، شوفه هذا الوقت المناسب وهذه الكرة وهذا مناسب. جماهير منتخبنا الوطني وبداية الغيث، الهدف الأول، ونبي اليوم أهداف. واحد ما يكفي على قولتك، نبي أهداف. احنا نقول ان احنا جايين بمرحلة إعادة الثقة بعد الإيقاف المؤلم. رسالتنا من هني من برنامجكم من عندكم انتو، نقول حق لاعبينا حق جمهورنا، مو هذا الحضور اللي نتأمله كنا. نتمنى مباراة استراليا الحضور أضعف، أكيد يكون أكبر وأكبر طبعا. نتمنى جمهورنا يقعد على الكشافات، زرعوا فينا الأمل وباللاعبين. احنا كرابطة مشجعين بدون جمهورنا ما نسوى شيء، ما نسوي شيء. ترى الجمهور يحييك، الجمهور يحييك، واللاعبين انا حاس مع الحضور هذا القليل للحين. شوف فيهم الروح اليوم، في روح زين، في روح. كلهم الازرق ان شاء الله الى كاس اسيا وكاس ان شاء الله. حضوركم تواجدكم ودعم هالشباب لاعبيننا عيالنا اخواننا، الازرق راح يثبت نفسه ويعود ويقول احنا الازرق، احنا منتخب الكويت، راح نرد بوبو على المنطقه ونتاهل لاسيا وكاس العالم. ان هذه مهمه، فريق يعني كره بلعبها بالجول، جول جول، عدت الخط، رافع الرايه، جول، رافع الرايه مساعد الحكم. حلوه، يا سلام عليك، شو تعدت، شوفها بالهواء. الهدف الثاني و2-0، واليوم ان شاء الله الازرق زين. الحمد لله يا رب العالمين، مو شيء غريب، هذه الكويت دائما من الجيل الذهبي،
احنا دائما في المنصات وباذن الله تعالى ترجع الكره الكويتيه. كسر التفاؤل، يعني الفريق النيبالي ما هو الفريق القوي، ولكن احنا بعد اللي خاف ظروفنا صعبه. حلو حلو، انت قلت ظروفنا صعبه سابقا، واحنا عيال اليوم بسعيد، وباذن الله تعالى باذن الله تعالى الايام الجايه باذن الله متفائلين. 2-0 اول ربع ساعه، اول 13 دقيقه تقريبا ربع ساعه مريحين، وهذا شيء طبيعي وهذا الشيء اللي بيه من زمان. والله العظيم والله العظيم اقسم بالله العظيم بقلبي فرحه ما اقدر اوصفها. هالجمهور كله طيب، هالجمهور كله يطلع مثلا خسران مو حلو. شو تقول حق اللاعبين؟ اللاعبين شنو رسالتك حق اللاعبين؟ قول فداء اللاعبين. الله يعطيكم الصحه والعافيه، انتم رجال وقدها ودود، انتم ما لخص ما اقدر اعبر بكلامي لكم بدقائق معينه. انتم رجال وقدها ودود، تكفون يا اللاعبين، تكفون يا اللاعبين، تكفون يا اللاعبين. ابيها منكم كاس اسيا، اللي يقول لكم مستحيل ما في مستحيل، الله عطاك وعطى غيرك كل شيء عندك، رجل ايد خشم حلج كل شيء قاعد تشوف فيه، وانت بنعمه وخير، وانا بدوله الخير والعزه والمعزه. تكفون، نبي كاس اسيا، نقدر نوصل كاس العالم. تقولوا مستحيل، ما في شيء مستحيل ان شاء الله. يعطيك العافيه سعيد حبيبي. جماهير منتخبنا الوطني، و 2-0 نتيجة إلى حد الآن زينة، ولكن إذا تبي تسوي شيء لازم تبي أكثر أهداف، صح ولا لا؟ نعم. تبي ثلاثة، تبي أربعة، كذا، عشان لا صار ما صار أنت أفضل ثاني، أفضل أول، كذا. بالبداية أشكر الجمهور الوفي اللي حضر وساند منتخب الكويت، مع أنه مو غريب على أهل الكويت أن يساندون المنتخبات في جميع اللعبات. توقعت حضور أكثر؟ لا لا متوقع. ويكند الجو حلو الساعة 8، نبي مزيد. منتخب متعطش حق النتائج، الجمهور متعطش أكثر، يبي من عقب التوقيف. يعني آخر مرة شجعنا منتخب الكويت، آخر مرة شجعنا منتخب الكويت قبل سنة ونص في كأس الخليج، بس الحين إن شاء الله هذه البداية القوية من اليوم، من اليوم هذه البداية القوية حق منتخب الكويت إن شاء الله. احنا نطمع بثلاثة واربعة وخمسة. تقول حق اللاعبين رسالتك حق اللاعبين الازرق؟ اقول حق لاعبين الازرق، انتوا رجال، احنا نساندكم ومعاكم قلبا وغالبا، مهما تكون النتائج في العشر مباريات في المجموعة، نساندكم وما نتخلى عنكم، والشعب الكويتي كله يدعي لكم. بدر حاول ماوي يلعب له كرة حلوة مرفوعة، يا حلاوة يا الثالث وصل. جماهير منتخب نيبال، ومعنا جمهور منتخب النيبالي، وصدنا واحد يتكلم عربي. هاي هاي مرحبا. مرحبا طين بيك عربي؟ ها يس جود جود جود. منتخب نيبالي اليوم ضعيف ها؟ ايه ضعيف وايد. ليش؟ ليش؟ ان شاء الله ان شاء الله يجي بعد قوي. منتخب كويت اقوى صح؟ ايه حلو. اليوم يجي يعرف انت اليوم خسارة صح؟ اليوم لا، ليش لا ينزل؟ مو خسارة ليش لا ينزل؟ ان شاء الله ينزل. وين يجي؟ انت ما يروح عند جول كويت ما في؟ مو ليش لا 30 دقيقة بعد في 70 دقيقة بعد في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجي ان شاء الله. كم نتيجة ممكن اليوم؟ كويتي يقول 7-8-10 10 يورونو 10 يورونو ان شاء الله ما يجي ثلاثة فوق، ما يجي ان شاء الله نيبالي بعد ان شاء الله 2-3 بس ثلاثة فوق ان شاء الله. ليش منتخب نيبال كذي؟ شنو في مشكلة؟ لا ما في مشكلة ان شاء الله، لان هو يبي يظبط ان شاء الله جميل. ان شاء الله. هذا شنو؟ هذا لايف لايف؟ ايه لايف لايف سناب ها؟ ايه اوكي لايف. اه لايف سناب لايف نفرات تشوف انت الحين داخل نيبال ها؟ ايوه تسوي هاي حق نيبال؟ ايه معنا واحد من جماهير المنتخب النيبالي. هاي هلو. هاي هاو ار يو؟ ام جود فيري جود. وات اباوت يور تيم توداي؟ اي ثينك نوت جود توداي. نو دي ار بلاينج جود بات وي سيم ليتل سترونج، بات وي هوب وي اور تيم ويل ميك جول. يو نو يو نو ماي تيم كويت ستري سترونج. يا سترونج كويت اتس سيمز سترونجر ذان نيبال، بات ستيل هوب اور تيم ويل بي ميبي ات ليست 1-2 جول اور تيم ويل ميك. Yes. Some Kuwaiti fans, they said, maybe today 10-0, 9-0. No, I don't think 11-0, maybe. Maybe Kuwait will win, but yes. Not 9-10-0, maybe. Give me the score.
7? Around 4 goal. Just 4. Yes. Just 4. Kuwaiti seems quite strong, but yes. Our team, I hope our team will make at least 1 or 2 goal. Yes. We hope. Okay. You want one goal, huh? At least 1 or 2 goal. Yes. Just one. One is enough, maybe. Okay. Yeah, Kuwait is good. It seems very good. They are playing very good. Thank you. So I hope our team will make 1 goal or 2 goal. Yes. So our all crowd is cheering our team. Yes. We are happy when Kuwait won or Nepal won. Doesn't matter because we are working here in Kuwait and Kuwait give. No problem. If you lose 5-7. No. Are you happy? Huh? Yeah, no problem because you know both we support for both team Kuwait and Nepal because we are here working and Kuwait give a lot of things. Of course, hardly we want to be equal or something like this because we love our team. معنا واحد من جماهير المنتخب النيبالي وشوفوا شنو لابس هذا زي النيبالي ها؟ زين هذا ملابس مال نيبال ها؟ نيبال داخل نيبال كل نفرات يلبس كذي ها؟ كله هاي حلو شنو مشكلة اليوم منتخب نيبال؟ خسارة ممكن اليوم 10 9 يو نو 9 9 9 10 10 تو ماتش ها؟ ايه تو ماتش واي ليش شنو في مشكلة؟ مشكلة جنجال على طول لا وين جنجال؟ داخل نيبال؟ ايه نيبال نفرات ما في تريننج ها؟ ايه ما في كلنا جنجال كله على طول هذه لا والله ايه. من زمان هذا نفرات لا زمان ما الحين في الحين في جنجال ايه والله مشكلة الحين جنجال ايه. ها؟ ايه. ممكن بعدين فريق يصير زين؟ ممكن ان شاء الله زين سوي ترتيس ان شاء الله حلو بس يعني زين اليوم جمهور نفرات يجي اليوم شجع منتخب نيبال ما في مشكله فريق مو زين فريق ها ايه علي ما في مشكله ايه علي ما في مشكله عادي يلا ان شاء الله نيكست تايم نيبال از جود نو جنجان نو ان شاء الله اوكي يلا انا ابي اسمع شنو هذا شنو اسم نيم هذا اسم مال نيبال هذا سناي بازا سناي بازا ايه هذا هني نايل صح لا هو قوت نايل يس يس سيم نايل يلا معنا واحدة من مشجعات المنتخب النيبالي وعربي السلام عليكم السلام ورحمة الله اليوم منتخب نيبال مو زين ايسا ممكن خسارة 10 ما اعرف والله 10 12 ميبي واي ليش شنو المشكلة؟ في مشكلة؟ الله ما اعرف يمكن نيبال يمكن ما يقدر بلاي يمكن ما اعرف والله انت اليوم كل النفرات يجي يشجع هني ها؟ اي مثلا عشان يحب بلاد ها؟ ايوه زين بس منتخب خسارة ماكو فايدة بعدين انت ممكن نروح بيت خسران صح ولا لا صح الله غريب شنو مشكلة منتخب نيبال والله ما اعرف بابا والله ما اعرف شنو مشكلة منتخب كل النفرات صغير ممكن جديد ها ايوه جديد منتخب كويت قوي اي قوي ممكن كويت كم ممكن سكور ممكن 10 ما في مشكله الله غريب انا شنو اسوي يعني ما اقدر اسوي زي صح ولا لا مش حار يعني نيوب داخل نيبال واجد بارود اني حار عشان ما اقدر امشي نيبال ليش داخل نيبال برد نفس الجو صح برد واجد بارد كم درجه حراره يعني برد داخل نيبال نفسه لا مو نفس البارد ليش هذا حر نفرات مو زين ها ما يقدر مو زين بس عشان يعني فريق ليفل كم هذا 3 4
maybe 20-25 now, yeah. معنا واحد من جماهير نيبال. شوفوا هذه اللي لابسينها. What's his name? Kobe. Yeah? Kobe. Yeah. Kobe. هذه يعني مثل ما تقولون قحفية مالتهم أو الغترة مالتهم. Speak Arabic. Yeah. Yeah. Okay. ليش منتخب اليوم نيبال مو زين؟ لا احنا ممكن يسوي مشكله. ليش؟ شنو في؟ ممكن حار هذا. يعني داخل نيبال واجد. داخل نيبال بارد. بارد واجد. ايه بارد. مو سيم كول. ايه مو ويدر هذا شويه بدل. شويه بدل هذا مشكله. مباراة ما يقدر يعني. ايه ايه. مشكله. ايه مشكله. اشرب ماي ما في. ما يقدر. ما في. ما في فايده. ايه واجد واجد يعني حر كويت ديفرنت؟ يا ديفرنت. واجد ديفرنت. واجد ديفرنت. يعني الحين داخل نيبال شنو الجو؟ برد. ايه بارد. نيبال هذا 20-25. يعني هذا مشكلة وذر ها؟ إيه وذر مشكلة. وذر مشكلة. إيه. اليوم ممكن نفرات كويتي يقول اليوم سكور 10 9 يو نو 9 9 إيه. ممكن يجيب كويت 9 جول؟ ما يعرف بعد انت. انت ما في مشكلة. إيه أنا ما في. خسارة 9 10 ما في مشكلة. ما في مشكلة. إيه هذا عدد هذا جيم. شنو يقول هذا نفر؟ هذا يقول هذا كله كويتي هذا طال واحد مرة هذا نيبال بيجيت. انت انا يجي هناك انت يفوز؟ ايه ما يقدر. لا لا ده واجد زين هذا. فريق جديد بلاير جديد. لا لا مو بارد واجد شوية هذا 20-25 سلسيوس. اوكي. الحين هذا 43-45 ديجري سلسيوس. ديفرنت. اوكي هارد لك ثانك يو. ايه ويلكم. توصل 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 يا عبد الله ماوي يا ابو البلاوي على الكره مثل هذه الله سلام. معنا طبعا جماهير المنتخب النيبالي وها يتكلمون عربي يتكلمون انجليزي مو مشكله عادي ما في مشكله عادي زين عربي وعربي عادي نفس جود يو هاف ميني لانجويج الحمد لله جود الحمد لله زين اليوم منتخب نيبال موسيقى. والله نيبال اليوم ليش أصلاً جو واجد حار. الله أكبر. يعني في فرق واجد. واجد. أي والله. في فرق واجد. واجد. يعني ليش؟ هناك داخل نيبال كم الحين؟ 40. تقريباً 29. الله. أيوة. في فرق والله. واجد, واجد فرق. يعني. هذا لاعبين ما يقدر داخل حار مشكلة. إيه واجد حار. أصلاً. ما يشرب كذا ما في مشكلة. إيه والله. ما يقدر. بس يعني ما في مستوى. لكن يا رفينو الليفل ما في مستوى. ما في سه. ليش؟ عشان يمكن عشان فريق مال احنا قوي ريكويت فريق قوي قوي ان شاء الله يعني ممكن بسم الله يعني 2022 لا 22 يجي كويت مال قطر ان شاء الله يا رب ان شاء الله نيبال ان شاء الله ان شاء الله نيبال يصير زين ممكن يروح ان شاء الله ممكن نفرات كويتي اليوم يقول ممكن نتيجه 9 10 ممكن يمكن لا ما يجي ليش ما يجي ما يجي هذه اول 10 دقيقه 2-0 خلاص خليني اشوف يعني خلاص اي خلاص اي ممكن سكن ممكن واحد بس واحد اي انت ما في مشكله ثلاثة أربعة ما في مشكله 7-9 لا في مشكله ما لا في مشاكل في مشكله بعد لكن شو نسوي هذا مال الحمد لله الحمد لله الحمد لله زين يبي اغنيه سونج نيبالي سونج مع صديق يبي سونج نيبالي سونج يلا نعم يبي سونج الحين لا والله والله اي سونج نيبالي ما ادري بعدين مو الحين بعدين الحين الحين هي منفرات يلا سونج نيبالي يلا نيبالي شنو سونج يلا اي اغنيه يلا اي سونج رومال فيريري كانتي رومال فيريري يلا اوري رجاو كي اري ما بسون على فيريري جماهير المنتخب النيبالي واليوم منتخب نيبال خسارة ممكن 10 ممكن 9 مو زين نيبال ليش شنو مشكلة لا مو ما تقدر تقول مو زين نيبال وين نيبال شوف انت شوف نيبال انا ما اشوف ما في فريق ايه انا موجود بالكويت بس انا ما تقدر تقول نيبال يعني حصل يعني 10 مو زين ما تقدر تقول هذا دولة ملانة هذا سيسما كورة يعني صحيح. يعني في واحد في اكيد يعني طاح واحد ارفع شنو مشكله شنو مشكله مال تيم مال نيبال مشكله على شنو مشكله على جو هذا انت كله يقول جو جو يعني عظيم. يعني شنو انت فريق مال انت يعني في واجد زين لاعب ما في مستوى اكيد يعني هذا داخل نيبال ما في حار كذي يعني ايه ممكن الكويت يروح داخل نيبال فوز نيبال لا انا ما تقدر اقول هذا شنو انا شنو اقول هذا مكان مال الكويت على الهنسة انت قاعد يلعب وين قدام الكويت انت صح اي هذا يعني في باور شويه يعني
اذا بكره الكويت تروح داخل نيبال شويه تحت صح جو فرق بس حق احنا ممكن زين جو حلو نيبال جو زين نيبال ان شاء الله إيه هو بارد اي بس خلاص لازم نروح نيبال اي ان شاء الله داخل نيبال ان شاء الله كم اليوم سكور ممكن 10 لا ما لا يمكن 3 شنو يقول انت يقول المنتخب نيبال زين والله زين وانا ماهر وانا كويت انا داخل كويت جديد انا ماهر بكويت جماهير منتخبنا الوطني و 4-0 على المنتخب النيبالي لا شك ان هذه النتيجه شو تسوي ترد لك الثقه نعم تحييك ها نعم جميله بعد الازرق يرجع اليوم يمكن منتخب النيبالي ما هو المنتخب القوي نعم صح 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 شنو وجهه نظرك على المباراه والله نبي تطور احسن الكويت انتوا عطشانين حق الفوز ها نعم تبون فوز بيطري اي شيء المستوى اللي اليوم ظهر في المنتخب زين بسرعه والله حلو ما شاء الله حين 4 ما شاء الله حلو زين حلو راضين عليك ايه حلو قدام السرالي هيك الصعب منتخب السرالي منتخب صعب صعب حلو شو تتوقع ان شاء الله نبي نتيجه حلوه بعد حلوه حلو اليوم النتيجه هذه شلون منطقيه حلوه ما شاء الله تحطك بالامان يعني نوعا ما لا سمح الله ما صرت الاول تصير افضل ثاني ان شاء الله حلو. من افضل لاعب اليوم بالمنتخب اكثر واحد عجبك بدل المطوع بدل نعم شكلك تساوي نعم على واحد من جماهير منتخبنا الوطني ورباعية حلوة على المنتخب النيبالي شلون النتيجة قول لي تريح ولا ها والله يبشر بالخير حلو مباراة حلوة كبداية جماعية حلوة كبداية انا شفت مباراة اللي طافت لا هاي المباراة شفتها زينة مباراة تبشر بالخير حلو يرد الازرق مثل ما كان احسن ان شاء الله يا رب بس انه هل مقياس منتخب نيبالي لا ما هو مقياس لا النيبالي فريق ضعيف ضعيف حيل ضعيف ضعيف حيل ضعيف حيل بس منتخبنا كلعب هالشكل مع فرق قوية ان شاء الله يجاريهم حلو راح يجاريهم ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. هل تتوقع اليوم المدرب قادر انه يعني يسير اللاعبين في انسجام تحس ولا لا لان ضيعنا حيل يعني هذا مع احترامنا حق منتخب نيبال المفروض تطلع طاقه 7 اي اكيد منطقي لا من النتيجه المفروض اكثر صح صحيح. بس حسب الفرص وبعدين الفريق انا اشوف متجانس حلو فريق زين ككل وكل واحد ماسك ما تقول يعني مكان اللي هو حاطه مدرب فيه صحيح ومغطين زين من احسن لاعب اليوم تحسه برز بالمنتخب والله انا جيت ترى مباراة متاخر شوي بس اللي لحقت عليه تشوف من اللاعبين ما اقدر اقول لك الولد اللي على الجنب رقم 8 حلو ما اعرف شو اسمه رقم 8 شو اسمه ماوي عبد الله ماوي مو زين عبد الله خوش لاعب لاعب الغاتسيه اللي سقطها حلو هذا حتى قال اي بس ما في واحد من العربي ما لعب مسوي ما شكلك عرباوي عرباوي والله يلا ان شاء الله عادي العربي ان شاء الله تسوي قديم عرباوي قديم يلا ان شاء الله يرجع العربي يرجع المنتخب ان شاء الله ترجع كل امين اي والله عشان نروح السنه الجمهور معنا هالمشجع اليوم اللي حاضر يشجع المنتخب هذا طلال طبعا قابلناه قبل كم 4 سنوات اي نعم قبل اي طلال يعني مثال حق المشجع اللي لازم الكل يتعلم منه طلال يعني الله يعطيه الصحه والعافيه يعني ما يشوف ولكن يحضر المباريات ويستمتع ويشجع المنتخب لا شك هذا منتخب يعني لازم نحضره هذا الازرق هذا الكويت
اول شيء المباراه اليوم يعني شفنا اللعيبه يعني حماس والحمد لله شوف الحضور الطيب. كنت تتوقع اربعه ولا اقل ولا اكثر؟ والله بيني وبينك انا كنت اتوقع اذا طلعنا 2-0 زينه. لا والله والله ليش ما عندكم الثقه بالمنتخب ليش؟ شفت البطوله اللي طافت، شفنا المباراه الوديه والمعسكر، يعني طبعا انا اسمع انه مو جيد لكن الحين ترجموه بالبطوله، لا الحمد لله منه. فهذا يعني ان شاء الله نشوفه، احنا ما نبي النيبال يعني خل هذا، نبي استراليا ان شاء الله تترجم بتحضر باستراليا ان شاء الله باذن الله. قول حق الجمهور، قول لهم اللي يقدر يحضر. نبي شوف الرجال كل مباراه موجود مع المنتخب مع القادسيه بعد. اكيد غساله ما افتخر. قول لهم حق المباراه الجايه طلع. اي جمهورنا العزيز نتمنى حضوركم مباراه استراليا، مباراه مهمة حيل 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 مهمة. الله يعطيك العافية طلال، نشكر الرجال هذا اللي يجيبك كل مباراة. هذا طبعا كل مباراة الله يعطيه العافية اخوي الغالي، يشرح لك المباراة شلون صار. أيه. الله يعطيه العافية، يعطيك العافية ان شاء الله. يسلمك الله. مشكور. معنا مشاهدينا الكرام، احد الشغلات الجميله اللي كانت مع منتخبنا الوطني طبعا الكابتن سعد الهملان مدير منتخبنا الوطني السابق، مساك الله بالخير ابو هملان. مشكور ابو هملان مشكور، اعطيتنا اكثر من حقنا بالعكس يعني. تستاهل والله، انا ما بقول سعاده المدير المساعد. لا اطول اطول عمرك. نذكر مدير منتخبنا الله يجزاك خير، هذا جهود الناس كلها اللي كانت معاي مو سعد الهملان. وللامانه يعني الايام ان شاء الله انها ترجع باذن الله. اليوم التفاؤل اللي صاير ابو هملان، ها معنا الصغيرة الله يحفظها لك ان شاء الله، اليوم التفاؤل اللي صاير شوفك، يعني انت يمكن اول مره اشوفك ويا البنات حاضره، في تفاؤل في وناسه ان المنتخب يرد يلعب بعد الايقاف، سر هالتفاؤل شنو؟ انا باعتقادي يعني اشوف حضور اليوم الجماهير اللي موجوده فعلا كلامك قلته في سر تفاؤل، التفاؤل ان عندهم امل ان شاء الله عقب فتره الايقاف، عقب الامور اللي كانت موجوده، ورغم ان العرض اللي كان العرض اللي موجود في غرب اسيا، لكن منتخبنا انا عندي احساس مبدئيا وصول كاس اسيا ان شاء الله راح يكون واصل، لكن احنا نتمنى ان يكون واحد الواصلين كاس العالم. طبعا يحتاج جهد يحتاج دعم، بس طبيعتنا احنا اهل الكويت وخاصه المنتخب جمهورنا وفي والله ما يخلي المنتخب يحضر حق المنتخب ويحضر ودعمكم انتم والاعلام ايضا. الله يسلمك. طبعا دائما البنت اللي تعيش في عائله رياضيه تعرف بالكره، صح ولا لا كلامي؟ الله يحفظها لك ان شاء الله. شو تقولين على المنتخب اليوم اداء المنتخب؟ لا حيل الاداء حيل زين حيل زين الحمد لله، يعني وشباب يعني جهود اكو جهود، الشباب حيل زينين ادائهم، يعني ان شاء الله متفائلين ان شاء الله خير. شنو اللي ممكن يكون اكثر من كذي؟ يعني اليوم اربعه توقعتوا اكثر ولا توقعتوا اقل؟ لان احنا اذا ما طلعنا رحنا اول المفروض شنو نروح افضل شنو؟ افضل ثاني صح ولا لا؟ ايش توقعتوا اقوال اكثر ولا كذي؟ اذا على التوقع كل الاهداف توقعها ابوي اربعه قال اربعه واللي مسجلين متوقعهم كلها حافظ لكم ان شاء الله. ترى الوالد توقعاته صح، ها يعني بعد كم سنه بعد اذا شغلتوا شيء توقعت طلعوا منه فلوس ان شاء الله. الله يحفظهم لك، الله يطول عمرك ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله واحنا فرحانين بتاهل سواء حق كاس اسيا او باذن الله حق كاس العالم. مشكور مشكور والله يوفقكم، وفعلا فعلا انت تستاهل كل خير، وبرنامجك هذا ناجح جدا، هذا اعتز فيه. مشكور يعطيك العافيه. شاتها بدر شاتها فيصل حربي توصل بها جول بدر يا الجول يا بدر قال لمته يقول لمته خلاص الخامس ثابت. معنا الدكتور صقر ملا طبعا نائب مدير الهيئه العامه للرياضه، مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور ومبارك لك هالنتيجه 5-0. للامانه مجهودكم كان واضح في دعم اللاعبين، مجهودكم كان واضح في امور كثيره، يعني سيرتوها وخلينا نقول خليتوها مضبوطه حق المنتخب، شو تقول اليوم عن هالمستوى؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تعبنا كل هالفتره طافت عشان هذا اليوم. أكيد. نشوف تطوير المستوى الفني، نشوف هذه الروح، نشوف هذا الجمهور اليوم حاضر مستانس. اسعد شانه ترى تبي اسعد شانه تبي فوز.
الفوز. اليوم انا قاعد اضمن لك، اليوم شفت هذا الجمهور راح تشوف ان شاء الله اضعف في المباراه الجايه، الناس متعطشه للفوز باذن الله، ونوعد الجماهير بان كل الدعم راح نقدمه ان شاء الله الاتحاد الكويتي لكره القدم. الجمهور يستانس، شعب الكويت يستانس، الكويت كلها تستانس، كلنا مستانسين من اجل هذه الفرحه، كلنا كل الجميع يستانس. ابشرك الكشاف بخير، كشاف اشتغل خلاص بعد هذا نور 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 نورك ان شاء الله على المكان هذا، نور الجمهور هذا كله ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي تفاؤلك بالمنتخب، تتوقع انت رياضي وتعرف زين من رحم الرياضه على قولتهم، نروح كاس العالم ولا نروح كاس اسيا؟ والله بالذمه الان المستوى اللياقه قدامنا نيبال، الحين قاعد اتكلم من وجهه نظر شخص فريق ترى اللي مع احترام نيبال يعني ما عندهم ديك اللياقه، وكذلك ربعنا اليوم ادوا اداء فني جيد، ولكن الاختبار الفعلي قدام استراليا فريق الاسترالي فنياته عاليه، لياقته جدا عاليه، فراح يبين ان شاء الله المحك، وانا اعتقد ان شاء الله ربعنا نعم يحتاجون اللياقه اكثر، تعاون اكثر ما بينهم، امور الفنيه خاصه مع الطاقم الفني، فان شاء الله اتمنى كل خير لهم ان شاء الله يا رب. مشكور اتمنى كل خير، الله يوفقك ان شاء الله، ونبيك زود بعد ويا اللاعبين ويا الجمهور، اللي نبي ملاعب زياده، نبيكم ما تقصرون مع الرياض ان شاء الله، نوعدهم بان كل ما عندنا من قدرات ان شاء الله راح نوظفها من اجل هذا المنتخب وجميع اللعبات باذن الله، عشان هذا الجمهور يرجع لانه يستحق ويستاهل، وانت مجهودك واضح. قواك الله، مشكورتك. معنا طبعا معالي الوزير خالد الرضان وزير التجاره، ويقول اليوم انا حاضر كجمهور، ما قصرت وهيك خير لأمانة، بيض الله وهيك خمسة حلوة إن شاء الله. إن شاء الله حلو. شو تقول اليوم وليد؟ معنا أنت بعد طبعا يعني قريب حق الجمهور وقريب حق الرياضي، اليوم ما شاء الله الجمهور أجواء متفاعل، الجمهور متفاعل متعطش، هذه أول مباراة يمكن رسمية بعد كأس، يعني بعد فترة الإيقاف من 4 سنوات، اللاعبين ما شاء الله يعني لعب ممتاز جدا، نأمل لهم التوفيق إن شاء الله. حلو. شو تقول عن هالأجواء؟ في تفاؤل أن نتأهل نروح كأس آسيا؟ والله المهمة صعبة ما هي سهلة، ولكن يعني بإذن الله يعني احنا أمانة نبي رجعة المنتخب لمستوى الفني أن ينافس. صل إلى بدر، إلى بدر مطوع، بدر يحاول ينقل له كرة إلى رضا هاني، رضا هاني والموسى جول يدورون الكرة بالجول 6-0، وما شاء الله الخال يا الأختين ضبطهم الله يخليهم لكم إن شاء الله، بسوي الرابطة اليوم. أي والله اليوم عيد ميلاد ولدنا هني صبيح، هذا الاحتفال هو ربعه 6 حلوه اليوم الحمد لله. اي أيوة والله حلو. يعني ردت الروح عقب الايقاف الحمد لله كبدايه حلو. وان شاء الله يعد الجيم الجاي مع المنتخب الاسترالي ان شاء الله هم بعد يبيضون الوي حلو. حافظين 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 يا كويت عزنا ولا يلا السابع. اي والله الحمد لله الحمد لله، شيء يبشر بالخير. اي والله الحمد لله، الله يعطيكم العافيه. 7-0 واليوم نتيجه حلوه. اكيد حلوه حلوه، ويكم خير ان شاء الله ان شاء الله حلو. شو تقولون عن اداء المنتخب اليوم؟ بدعوا شبابنا، بدعوا لا واحد يروح كاس اسيا ولا كاس العالم؟ ما اسمع ان شاء الله نروح كاس، اكيد راح نروح اكيد كاس العالم. شو تقولين حق اللاعبين؟ المباراه الجايه صعب، شدوا حيلكم، لا اذا بهالمستوى فايزين ان شاء الله. المنتخب الاسترالي ترى مو نفس النيبالي، لا نفس النتيجة إن شاء الله إن شاء الله. قول لهم عسى الله يوفقكم إن شاء الله يا رب يا رب يوفقكم يا رب.